طيب احنا دايما بنقول ان النادي الاهلي حريص على الاهتمام بكل الملفات في وقت واحد، سواء بنتكلم انشائي او رياضي وكمان اجتماعي. بينظم كمان العديد من الفعاليات اللي بيستفيد منها الاعضاء ده بمختلف الاعمار. في تقرير معانا عن فعاليات نظمتها لجنه الطفل، هو المهرجان التعريفي برياضه العاب هنا القوه في النادي الاهلي. خلينا نروح نشوفه ونرجع نكمل. اليوم النهارده موجود للاطفال غير مشتركين في الالعاب الرياضيه. احنا كنا كان يعني تقدم لنا عرض من ناس كتير قوي ان هم يفكروا في ازاي يشتركوا في حاجات الولاد اصلا مش موجودين في الالعاب الرياضيه قبل كده ولا في فرق وكده، ومش عارفين اصلا يمارسوا اي رياضه جديده. فكان من ضمن الحاجات اللي كانت موجوده عندنا في النادي لعبه العاب القوه. العاب القوه من الالعاب المهمه جدا واللي ممكن اي حد رياضي يقدر يكمل فيها ويلعب فيها، ما بتشترطش حاجات معينه لان هي متعدده الحاجات. فالحقيقه كان في اتفاق بيننا وبين مدربين من الالعاب القوه ان احنا نقدر نعمل مهرجان تعريفي عن اللعبه دي. بدانا ان احنا نفكر ازاي نعلن عنها وازاي ان الناس تعرفها، فبدانا نحضر لحاجه اسمها مهرجان تعريفي لالعاب القوه في داخل النادي الاهلي. قررنا ان احنا نعمل اليوم ده وبعد فتره الكورونا الاطفال كتير قوي قعدوا في البيت وما مارسوش اي نوع من انواع الرياضه، وفي اطفال كتيره كمان كانوا بيمارسوا كانوا فرق وممكن يكونوا قعدوا اهاليهم ممكن تكون مثلا قلقانه ان هم يدخلوهم في الالعاب جماعيه ان هم يدخلوا في وسط اطفالهم مش عارفه ايه. فقلنا ان احنا لازم نعمل يوم نعرف الاهالي نرجع لهم، هم هي معروفه بس مش معلن عنها بشكل كفايه. فقلنا نعمل اعلان بشكل كفايه للاهالي ايه هي العاب قوه وازاي انها اولادهم هينبسطوا فيها وليها وانها ليها مستقبل. فعشان كده فكرنا في اليوم ده. حسيت ان هم عايزين يعني يكتشفوا اطفال موهوبه فعلا، كل واحد يكتشف طفل في لعبه معينه يطلع بطل للنادي ويخدم النادي ويرفع اسم النادي. فحبيت ابقى من منظمين الندوات ومنظمين الحفلات والاعمال اللي بيعملوها هنا. انا ما اشتركتش قبل كده في اعمال خدميه، فحبيت الفكره وحبيت ان انا اساعد الطفل اكتر في اكتشاف قدراته وحبيت الفكره. يعني كنا عايزين نعمل تعريف بلعبه العاب القوه، هي طبعا لعبه مشهوره وقديمه ومن زمان، بس احنا كنا عايزين كل الناس وخاصه الاولاد يبقى عندهم وعي بيها لانه هي فعلا حلوه قوي وبتخرج كل الطاقات الموجوده جوه الاولاد. بالنسبه للجنه الطفل هي كان عندها خطه كبيره للموضوع علشان تعرف كل الاولاد بالعاب القوه. بالنسبه لي انا كعضوه وكوليه امر يعني كنت مبسوطه جدا لانه ابني مشترك، لان هو عنده مهارات في الوثب وفي الجري، فكان من الطبيعي جدا ان هو يبقى كمان عنده الشغف انه يشترك في المهرجان بتاع العاب القوه. والله انا بنصح كل طبعا الاهالي الاول، هم دول بيبقوا البيز بتاع اي حاجه، ان هم يعني العاب القوى هي اساس لام الالعاب. طبعا مسمى ام الالعاب ان هي منها بتعرف منها قدره اي طفل على الاداء بتاعه هو يبقى قوي في ايه بالظبط، بحيث ان انت حتى لو مش هيلعب العاب قوى تقدر توجهه للعبه اللي هو هيبقى كويس فيها. تعرف من العاب القوى هو ايه الموهبه اللي عنده، قوي سريع بيقدر ينط عالي ينط بيجري مسافات طويله قليله، هتقدر توجهه للطريق الصح للعبه الصح بعد كده. حتى لو هو مش حابب العاب القوه بعد كده هيتوجه صح طبعا، فده دور الاهل طبعا اكتر من اي حاجه. النهارده احنا كنا عاملين يوم العاب قوه للاطفال، ده عباره عن مجموعه من الالعاب بتنمي المهارات الاساسيه للاطفال. المهارات الاساسيه دي هي المهارات اللي بيحتاجوها لو لعبوا اي لعبه في اي لعبه في من الرياضات. شكل سباقات حواجز، شكل سباقات زجزاج، شكل سباقات تتابع، وثب، رمي. اليوم كان جميل، يعني احنا موجودين كلنا، جهاز العاب القوى كله موجود، وزمايلنا ابطال الجمهوريه وابطال العالم فالعاب القوى كانوا هم اللي بيساعدونا في التنظيم، وده اللي ساعدنا كتير ان احنا نقدر ننظم ايفنت زي دوت. النهارده يوم جميل جدا، تقابلنا ببنات واولاد النادي الاهلي وكلهم حاويه ونشاط، وكان يوم جميل جدا، كان يوم منظم ومرتب كعهد النادي الاهلي دايما وكعهد مدارس واكاديميات النادي الاهلي. وده اللي بيفرق بيننا وبين اي مكان تاني، ان النادي الاهلي بينظم كويس قوي،
وبيشتغل كويس قوي. كل جروبات العمل في النادي الاهلي على اعلى مستوى. والاجمل اجمل حاجه لاحظتها النهارده حب اولياء الامور بالحدث وحب الولاد ونشاطهم، وكمان في كتير قوي من شباب وابطال مصر. يوم جميل جدا وطبعا مجهود رائع وانبسطنا جدا انا والولاد. يوم ممتاز ممتاز، وكالعاده الاهلي يعني بيعمل اللي عليه وزياده مع اعضائه بصراحه. شاركنا، رحنا العلاقات العامه وقدمنا وما شاء الله يعني على طول في استجابه وجينا وقدمنا والولاد مبسوطين. هو الحقيقه اليوم هايل هايل هايل، وقد ايه الاولاد فعلا مبسوطين وفكره كرييتيف جدا، واحنا متعودين كده على طول من النادي الاهلي يعني فعلا ان هو دايما بيحاول يبسط الاعضاء بتاعه واولاده وكل حاجه، وفعلا مجهود رائع يعني فعلا. انا حاسه ان انا باخد الحاجات اللي المفروض اخدها في البي اي بتاع المدرسه هنا. انا اتحمست قوي الصراحه وقلت لها خلاص تمام واجي، وانا جاي اصلا يعني من مكان بعيد. كان في سباقات وحاجات حلوه ان احنا بنسابق بعض وكده، فكانت حاجة مهمسة شوية. عشان كان يوم جميل جدا، عشان كان في سباقات حلوة وكده. اتبسطت أيوة، قعدنا نجري كتير وكان اليوم كان فن يعني. عجبتني لما قعدنا نعمل سبرنتات وحاجات كده لأن أنا بحب الجري جامد. يعني أنا رياضي شخصيا. بابايا جه يقول لي في مسابقة كذا كذا، قمت أنا قلت له طب ماشي. اتبسطت؟ اتبسطت أيوة الحمد لله.